حنبتدي نجهز التتبيلة. أكيد. عندي أنا في محضرة الطعام هون هحط فصوص الثوم وقطع البصل وتتبيلة البهارات اللي موجودة عندي، هحط شوية بابريكا حلو وشوية الكزبرة، هحط شوية عصير ليمون وأشغل لغاية ما يصير عندي خليط ناعم جدا. هنشوف هلأ سوا كيف هيبقى شكله. هخليه هلأ على جنب وأبتدي هلأ أحط إيدي في قطع الدجاج. هنحتاج أعزائي المشاهدين نقطع الدجاج إلى صوابع. كل ما كان عندك وقت أطول وتبلتي قطع الدجاج كل ما كان أفضل. خطوتنا التالية تجهيز خليط اللي هي الدقيق، زي ما قلنا خليط لنوعين من الطحين، طحين الذرة وطحين الأبيض، وحنحط عليهم بيكنج باودر، برضو حنحط عليهم خلطة البهارات اللي احنا استعملناها قبل شوي. أكيد. على حسب رغبتكم، حبيتوا تكتروا تقللوا من البهار زي ما ذكرنا على حسب رغبتكم، الكركم، الكمون، الكزبرة، كل هاي المكونات، البابريكا. هحتاج هلأ أجهز البيض بس بشوكة، ببتدي نقلب. هبتدي أحط في الطحين في البيض، برضو أرجع تاني على الطحين، وفي إيدي الشمال أبتدي أخلي إيدي الشمال نظيفة عشان ما تصير كليتها بالبيض. حلو. هيك التغطية عندي أصبحت جاهزة. ونكرر نفس الخطوات، يبقى الطحين يتغطى كويس، البيض وتغطية، ونبتدي نسقط أصابع الدجاج في السمن النباتي. أعزائي المشاهدين، للحصول على دجاج مقرمش ننصح دائما أنكم تقلوا بالسمن النباتي. لاحظوا هاللون الجميل وهالقرمشة اللطيفة. هنوزع هدول شوي على طول على الأطباق. أرجو أنه هالطبق يكون عجبكم